السلام عليكم متابعي قناة عالم النحل أبي، تحية لجميع المتابعين. إذن في هذا الفيديو إن شاء الله سأريكم طريقة جديدة لتعليم الملكات باستعمال طبعا القلم وكذلك القطن الذي يستخدم في تنظيف الأذنين. لماذا اخترت القطن هذا؟ لأنه مثلا عندما أضع القطن على الملكة لا تتضرر، وحتى يعني من ناحية الروائح التي تبقى في الملكة في القطن معقم، وبالتالي لا تبقى رائحة. إذن الطريقة سهلة جدا، أقوم أولا بإخراج استخراج الإطار من الخلية، وهذه الطريقة تنفع حتى في الخلايا القوية، لأنه مثلا الكثير من النحالين عندهم مشكل أنه لا يستطيع أن يعلم الملكة في الخلية القوية. لكن أنا يعني كنت سابقا أقوم بنزع الإطار ثم أعلم مباشرة الملكة، يعني أمسكها بالأصبع وأعلمها ثم أضع على الإطار وأنتظر دقيقتين أو ثلاثة، ثم بعدما يقبلها النحل أرجع الإطار للخلية. لكن قلت أنا مدام أنه مثلا هنا راني علمتها، يعني خلاص علمتها، حطيت مباشرة القطن فوق ظهر الملكة وقمت بتعليمها. تابعوا الفيديو حتى الأخير، لأنه في القسم الثاني كان شرح مفصل لماذا يعني أقوم بهذه الطريقة. هاي الملكة هنا معلمة، النحل طبعا يشكل حلقة حتى ينظف الملكة، لأن هناك يعني جسم جديد فوق الملكة، هي على الحافة كما تلاحظون باللون الأزرق. الخلية مكتظة على 10 إطارات، يعني حتى يعني بعد التعليم بعد نجاح العملية، وهذه المرة الثالثة والتي أعلم بهذه الطريقة. المرة الأولى استعملت عود زيتون، ولكن العود ممكن شوية يضر الملكة، فقمت باستبداله بهذا القطن. إذا هاي الملكة في الحافة. قلت سابقا طريقة التعليم أني دائما نستخرج الإطار من الخلية ونعلم خارج الخلية. بعد ما يقبلها هذاك الإطار أو النحل موجود في الإطار، رجع الإطار للخلية، والطريقة أعمل بها منذ سنوات، يعني عندي حوالي 3 سنوات وأنا أستخدم هذه الطريقة. إذا كما تشاهدون الملكة راهي على حافة الإطار كما هو موضح في الصورة، ها هي هنا الصورة قريبة. الآن نخليكم مع الشرح مفصل للطريقة ولماذا أعلم بهذه الطريقة، وخاصة في الخلايا القوية، خلايا التي تكون خلايا مكتظة. الآن الملكة راهي دخلت بنفسها، يعني دخلت فوق الغطاء، هي من الأحسن إرجاع الإطار، لكن أنا عند وضعي للإطار على حافة غطاء الإطارات مباشرة تبعت النحل ودخلت، والعملية ناجحة 100%. إذا هذه هي، تابعوا الجزء الثاني الآن. هاي الإخوة بعد 10 دقائق من تعليم الملكة، هاي في الأسفل نراها هي مقبولة تتحرك مع النحل، أمر عاد. هاي هناك، هاي قلت بالنسبة لها، هاي مع الحي التجري. بالنسبة أنا في العملية هذه كنت راح نحضر نوي التلقيح، يعني أنا وضعت الإطار بجنب هذا الغطاء وهي دخلت مباشرة، خليتها دخلت. لكن هي من الأحسن بعد تعليمه، طريقتي دائما في التعليم هذه الملكة خارج خلية، حط الإطار دقيقتين تعلمها وبعد ذلك ترجع الإطار. أنا مادام كنت نعلمها في إطار تعني التلقيح، هي انتقلت من الإطار للغطاء تاع الإطارات ودخلت، تركتها، يعني ما نقدرش نعاود نرجعها ولا نخليها تدخل. ومن الأحسن في الطريقة هذه تعليم الملكة دقيقتين خارج الخلية، بعد ما تجف المادة، مادة التلوين، ويقبلها النحل اللي في الإطار، لأنه في هذه الحالة أنا راني نشتت الخلية، يعني نجيب إطار فيه ملكة ونعلم خارج الخلية ونرجع الإطار بعد دقيقتين أو 3، يعني بعد قبول الملكة، لأن النحل اللي في الإطار هذا هو اللي يحمي الملكة، يحميها إلى غاية يعني رجوعها العادة نتاعها، فرز الفرمون يعني بقوة
لانه بعض احيان الملكه تخاف يعني تنقص في فرز الهرمون وممكن تكون قلقه ويهاجمها النحل. على هذه ثم نعلمه خارج الخليه، نترك الملكه دقيقتين او ثلاثه مع النحل حتى تاقلم، ثم نرفد او نهز الاطار هذا نحطه في الخليه وانتهى الامر. وهذه يعني راني نعلم بها منذ سنوات، فقط هذه المره قلت فقط هذه المره استعملت هذا الكوتون تيج هذا لتنظيف الاذنين. وهذا العود هذا لما تستعمله مره ما تزيدش تستعمله، لانه علاه تمس به الملكه راح يلتصق فيه الريحه رائحه الملكه. لو تعلم ملكه اخرى بنفس العود او بنفس هذا القطن هذا تلتصق الرائحة وممكن يهاجم لك النحل الملكة. إذا لازم في كل مرة تبدل. ألا استعملت أنا هذا؟ استعملته لكي لا أضر الملكة. لو كان زيدكم معلومة يعني تستغربوا شوية أني جبت عود زيتون وحطيته فوق ظهر الملكة وعلمتها عادي، لكن أنا خيرت هذا القطن، القطن أحسن ما يضرش الملكة في الظهر تاعها. هذه يا خاوتي ان شاء الله انا تجربه راني نعمل بها منذ سنوات يعني صراحه، فكره فقط تعليم الملكه خارج خليات يعني خاصه خليه بعشر اطارات. يعني لو كانت غير ناجح هل في رايكم يعني نغامر بخليه بعشر اطارات؟ راهي بالعسيله، راح ندير لها العسيله. شكرا لكم والى اللقاء.